أعزائي طلاب الصف السابع الله يعطيكم العافية، اليوم راح نكون إن شاء الله مع بداية الوحدة الثالثة، مع بداية الوحدة الثالثة، الحصة رقم واحد من الوحدة الثالثة. الآن راح نكون مع أول درس من دروس الوحدة الثالثة اللي هو محيط الدائرة، محيط الدائرة. كيف بدي أنا أطلع محيط الدائرة؟ قياس محيط الدائرة؟ سهل جدا، في قانون بتشتغل على القانون، يعني ما في عندنا شيء معقد، في قانون بعطيك المطلوب انت بتطلع ايش؟ الحل. الان طلع الوين. اول شيء محيط الدائره هو الجزء الذي يحيط بالدائره، المحيط بالدائره، هذا الخط الاحمر هذا هو محيط الدائره، اللي جوا هاي اسمها مساحه الدائره، راح ناخذها في الدرس القادم ان شاء الله. اذا في عندي شيء اسمه محيط الدائره، ومحيط الدائره هو الجزء المحيط بالدائره، هذا اللي باللون الاحمر هذا اسمه محيط الدائره. طيب الان نجي على القانون، شو القانون حتى انا اطلع محيط الدائره؟ قانون محيط الدائره سي، بدك تحفظ دائما الرموز، سي تعني اللي هي محيط الدائره، والباي هذه عندي سي تساوي باي دي، باي دي يعني باي ضرب دي، سي اللي هي محيط الدائره، الباي اللي هي نسبة تقريبية تساوي 22 على 7، 22 على 7 أو 3.14%، هاي قيمتها ثابتة، هاي قيمتها ثابتة دائما، يا إما 22 على 7 أو 3.14%، هي نفسها لو قسمت 22 على 7 تقسيم 7 فيها 3، هي 21 بنزل عندنا هون 1 حط صفر، حط هون صفر هون فاصلة فيها 1، هاي 7 بنزل 3، 30 تقسيم 7 فيها 4، 8، و20 بنزل عندنا 2 وهكذا، احنا اخذناها تقريبية 3.14%. إذا قانون محيط الدائرة، خليني أرجع، قانون محيط الدائرة سي تساوي باي ضرب دي، دي اللي هي قطر الدائرة، هاي من هون لهون هذا المركز، هذا من هون لهون يسمى دي، هاي من هون لهون اللي هو هذا دي، هذا دي قطر الدائرة. إذا قطر الدائرة كامل اللي هو دي، الآر طلع هون الآن في قانون ثاني، سي يساوي 2 باي آر، الآن باي نفس الباي، الآر اللي هو نفس القطر، يعني لو حطيتها ولا حطيت القانون هذا نفس النتيجة، ليش؟ لأنه 2 نصف قطر، 2 ضرب 2 بيعطيني قطر، يعني هسه لما أقول لك نصف قطر ونصف قطر بيعطيني قطر كامل. إذا إما القانون هذا أو القانون هذا حسب ما بعطيه، إذا أعطاك بالسؤال طول القطر تستخدم هاي، إذا أعطاك بالسؤال نصف القطر تستخدم هاي، آر تعني نصف القطر، آر تعني نصف القطر، يعني هاي الدائرة مثلا من هون لهون هذا المركز، من هون لهون اللي هو آر، إذا من هون لهون آر ومن هون لهون دي، نصف القطر آر والقطر كامل دي. إذا جاك بالسؤال زي ما هو طلع، جيب محيط الدائرة الذي قطرها، ما أعطانا قطر راح نستخدمها، إذا أعطانا جيب نصف قطرها راح نستخدمها، إذا حسب السؤال أنت بتستخدم القانون. الآن محيط سي تعني محيط الدائرة، آر نصف القطر، دي اللي هي قطر كامل، باي نسبة تقريبية، يا إما بتعوض 22 على 7 أو بتعوض 3.14%. طيب متى أنا يفضل استخدام هاي 22 على 7؟ يفضل استخدام النسبة 22 على 7 إذا كان القطر أو نصف القطر، إذا كان القطر أو نصف القطر من مضاعفات العدد 7، طيب ليش؟ مشان أختصرها مع 7، مشان أختصرها مع إيش؟ مع 7 بدل ما أضرب، خلاص بختصر وأطلع الجواب. إذا ها هي الأشياء المهمة بالنسبة للدائرة. خلينا ناخذ عليها مثال. طلع السؤال هنا، جد محيط الدائرة التي قطرها 14، أعطاني القطر قديش؟ 14، طيب هي قانون القطر، سي تساوي باي دي، شو معنى باي دي؟ يعني باي ضرب دي، إذا سي تساوي باي دي هي قديش؟ شو حكينا؟ طلع هنا ال 14 من مضاعفات العدد 7، إذا بستخدمها هي 22 على 7 وتساوي 22 على 7 ضرب 14، وبختصر الآن على 7 فيها 1، على 7 فيها 2،
إذا سي تساوي 22 ضرب 2 سي تساوي 44 سنتيمتر اللي هي محيط الدائرة سنتيمتر. إذا سي تساوي 44 سنتيمتر، هذه تطلع على الآن المحيط. إذا لاحظ عندهم الخطوط قديش 14. تقدر الآن إذا بدك على القانون تقسم الخطوط قديش الخطوط، لما نقسم الخطوط الجزئية شو بصير عندي؟ 7. وبستخدم القانون هذا نفس الجواب راح يطلع عندك نفس الجواب. طلع من السؤال جبت محيط الدائرة الذي نصف قطرها 8 سنتيمتر، إذا باجي بحكي سي تساوي شو معطيني نصف قطر؟ 2 باي ار. سي تساوي 2 ضرب قديش الباي؟ 3.14% ضرب اللي هي 8. وبدأ أنا أجمع سي تساوي 2 ضرب 3.14% باجي بضربها، هاي 3.14% بجيب الفاصلة بضرب 2، 2 ضرب 4 8، 2 ضرب 1 2، 2 ضرب 3 6، بحط الفاصلة اللي هي عفوا منزلتين اللي هي 6.28 وتساوي 6.28 6 صحيح و28% ضرب 8 وبرضه اضرب هاي كمان 8، اذا هو تساوي 6 صحيح 2 8 ضرب 8، 8 ضرب 8 64 هي 6، 8 ضرب 2 16 6 22 8 ضرب 6 48 2 50. كم فاصل عندي؟ فاصلتين، هاي واحد هاي اثنين، اذا هو تساوي سي تساوي 50.24. هاي طلعت الان المحيط على القانون الثاني باستخدام النسبه الثانيه اللي هي 3.14%. اذا طلع دول اذا جاك القطر او نصف القطر من مضاعفات العدد 7 سواء 7 14 21 28 اي شيء من مضاعفات العدد 7 استخدم هذا القانون. ليش؟ مشان اختصر انا هون بختصر معها بدل ما انا اضرب ضرب طويل زي هون ضربت انا ضرب طويل، لا بختصر هون. لكن اذا كان نصف القطر او القطر مش من مضاعفات العدد 7 بستخدم هاي النسبه اللي هي 3.14% وبضرب انا بجيب الفواصل وبضرب وبالنهايه بتطلع عندي اللي هي محيط ايش؟ محيط الدائره. نيجي الان ممكن هو الان يعطيني هو محيط الدائره ويطلب مني انا اطلع نصف القطر، يعني مش دائما ممكن يعطيني جد محيط الدائره جد محيط الدائره، لا ممكن هو يعطيني محيط الدائره وانا اطلع نصف القطر. زي السؤال اذا كان محيط الدائره يساوي 18 صحيح و84% جد نصف قطر الدائره، جد نصف قطر ايش؟ الدائره. فاذا انا بحط نصف قطر اذا سي تساوي المحيطه سي يعني المحيط شو بتساوي؟ 2 باي ار. سي قديش معطيني اياها؟ 18 صحيح و84% تساوي 2 ضرب قديش هاي؟ 3.14% ضرب ار مجهول، انا بدي اطلع بدي اطلع على نصف القطر مجهول. هذا بقول لك احسب نصف القطر. الان شو بسوي؟ اول شيء بقسم الثنتين كلهم على اثنين، هون على اثنين هون على اثنين، بتروح هاي مع هاي اذا 9 صحيح و 4 2 تساوي طلع 18 تقسيم 2 9، 8 تقسيم 2 4، 4 تقسيم 2 2، هاي تقسيم تساوي 3.14% ضرب ار ضرب ار. شو كمان اسوي؟ بدي اقسم هاي كلها كمان على 3.14% وهون على 3.14% بتروح هاي مع هاي طلع عندي ار يساوي نصف القطر يساوي لما نقسم 9 صحيح و4 و2 4 9 صحيح و42% على 3.14% بيطلع عندي الجواب اللي هو 3. كيف طلعنا 3؟ هسه بنقسم لك اياها. اذا شو حكينا احنا في الحصه الماضيه؟ انه اذا كان الكسر تحت 20 بنضربه بحسب المنازل اللي ورا الفاصله، مشان انا اقسم هون 3.14% بضرب الطرفين هون 100 بصير عندي الان هون
تسعة صحيح؟ لما أضرب هاي 100 بتصير 942 تقسيم قديش هاي بتصير؟ هو ضربنا 100 انتقلت 62، هو ضربنا 100 انتقلت 62، تقسيم 314. لا مو ضرب ثلاثة، تقسيم ضرب ثلاثة، هاي ضرب ثلاثة. ثلاثة ضرب أربعة 12 زائد واحد. ثلاثة ضرب واحد 3 زائد واحد 4. ثلاثة ضرب ثلاثة 9 صفر صفر صفر. إذا نصف القطر يساوي قديش؟ نصف القطر يساوي اللي هو ثلاثة. إذا الآن تساوي ثلاثة، آر تساوي ثلاثة. هيك أنا بكون طلعت محيط الدائرة، تعرفت أول شيء على ما هو محيط الدائرة. هو الجزء المحيط بالدائرة من الخارج، من الخارج اللي هو الخط الأحمر. وقانون محيط الدائرة فيه قانونين، إما بالقطر أو نصف القطر. ممكن يعطيني بالسؤال قطر وممكن يعطيني نصف قطر حسب القانون اللي بستخدمه. إذا سي يساوي باي دي، ودي هي القطر، أو سي يساوي 2 باي آر، آر نصف قطر. 2 ضرب آر هي نصف قطر، لأن لما ظهروا 2 ضرب نصف قطر بعطيني قطر. يعني هذا القانون هو نفس القانون هذا، بس هون إذا كان بالسؤال قطر وهون إذا كان نصف قطر. إذا سي محيط الدائرة، آر نصف قطر، دي القطر، باي هاي نسبة تقريبية ثابتة، دائما هاي ثابتة اللي هي إما 22 على 7 أو 3.14%. لما قسمت 22 على 7 طلعت هي نفس السبب. بس ليش هتسوي لها الثنتين؟ اطلع، إذا كان يفضل استخدام 22 على 7 إذا كان نصف القطر أو القطر من مضاعفات العدد 7. ليش؟ مشان أختصر زي ما اختصرت أنا وخلصت نفسي. وإذا كان من أجل اختصار، إذا كان نصف القطر مش من مضاعفات العدد 7 بستخدم اللي هي 3.14%، 3.14% وبضرب، وبالنهاية بطلع اللي هي المحيط. إذا أعطاني هو المحيط وطلب من نصف القطر، بحط القانون وبحط تحت المحيط اللي هو المحيط 2 باي هاي ثابتة وباي ثابتة، هذول الثنتين دائما ثوابت. اللي متحرك بس نصف القطر هذا اللي مجهول دائما. بقسم الطرفين على 2، بتروح 2 مع 2 بتصير 18.84 تقسيم بتصير 49.42%. راحت 2 مع 2 3.14% ضرب آر. أنا بدي أخلي آر لحالها، بقسم الطرفين على 3.14%، بتروح هاي مع هاي، بقى عندي آر تساوي لما قسمنا 9 صحيح 42% على 3.14% طلع عندي جوابه يساوي 3، نصف القطب يساوي 3. هيك أنا بستطيع إني أطلع محيط الدائرة أو نصف القطب إذا هو